عمل تطوعي وإنساني غير مدعم. نحن اعتمدنا هذا المركز على ذوي الإعاقة ثلاث فئات: الفئة التعليمية إعاقة بسيطة، فئة ضعف نطق وإعاقة حركة اليدين والقدمين، وفئة متلازمة داون وتوحد. الفئة التعليمية عم تتعلم لأنه انحرمت من التعليم في المدارس، وعم تاخذ منهاج ابتدائي أول وثاني روضة. الفئة الثالثة هي الفئة متلازمة الداون والتوحد، عم نتعلم أنشطة وإعادة تهيئة ودعم نفسي ودمجهم مع أطفال الأصحاء. أول مرة بيطلعوا من بيوتهم، أول مرة بيطلعوا على مراكز، أول مرة بيشوفوا مجال تعليمي، أول مرة بيشوفوا أنشطة، يعني مثل ما بيقولوا معدمين كانوا بالمجتمع. نحن حبينا هاي الفئة خصيصا لأنه هي لحالة، هاي الفئة يعني مهدرة مثل ما بيقولوا بالمجتمع بعدم قدرتها على الاجتماع مع الآخرين، عدم قدرتها بالعمل، عدم قدرتها أنه تشوف حالها أنه هي في آخر تطلع منها شيء، يستفاد حدا منهم أو هني يستفادوا. والحمد لله عملنا قصص نجاح كتير، وبهالأشهر هاي البسيطة يعني لقينا كتير فائدة، ولقوا الأهل كتير عنا فائدة بالنسبة لأطفالهم.